الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع درس جديد من دروس ومضات إيمانية بعنوان أخطاء الصائمين في رمضان. أيها الإخوة الكرام، لا يشك أحد في أن الصائمين من خير عباد الله تعالى، ولكن ثمة أخطاء يقع فيها بعض الصائمين، فلا بد من التنبيه لها وتحذير المسلمين منها. الخطأ الأول أن كثيرا من الناس يستقبلون رمضان في بداية أيامه الأولى بحفاوة كبيرة وتكريم عظيم، يتمثل هذا التكريم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات والطاعات والقربات، وعلى رأس هذه العبادات الصلاة. وهذا شيء جميل يؤجر عليه الإنسان ويثاب، ولكن مع مرور الوقت تبدأ تلك العبادات والطاعات في تراجع ونقصان، وما إن يصل رمضان إلى الثلث الأخير حتى نجد أنفسنا في حالة يرثى لها تستوجب منا البكاء على أنفسنا، فيعترينا الكسل والخمول والتراخي، فنترك النوافل ونضيع الصلاة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أمر خطير وظاهرة مرضية تجب معالجتها والتنبيه إلى خطورتها. الخطأ الثاني عباد الله أن بعض الناس يصومون عن الأكل والشرب والجماع وغيره من المفطرات، ولا يصومون عن أشياء محرمة، فهم يصومون عن الطعام والشراب، ولا يصومون عن الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والكذب والسب والشتم والغش والاعتداء وغير ذلك من المخالفات القولية أو الفعلية. وهذا لا شك أنه انتكاس في مفهوم الصيام، لأن الصوم تربية للصائم، فليس من المعقول أن يفرض الله سبحانه وتعالى عليك الإمساك عن بعض المباحات ثم لا تمسك عن المحرمات. ولقد ذهب بعض العلماء كابن حزم رحمه الله إلى أن الصائم يفطر بارتكابه لشيء من هذه المحرمات من غيبة ونميمة وغيرها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الخطأ الثالث أن بعض المتحدثين عن فضائل الصيام كلقاهم كيركزوا في الحديث ديالهم على الفوائد الدنيوية للصوم كالفوائد الصحية مثلا، وتنساو أو تقصروا في تنبيه الناس إلى الجانب الأخروي في الصيام، وأنه عبادة لله تبارك وتعالى. إذن فليس المقصود الأول من الصوم أن يصح الجسد ويسلم من الأمراض والآفات، أو أن يحصل الصائم على منفعة عاجلة، وإنما المقصود هو التعبد لله تعالى، وتأتي الفوائد الدنيوية تبعا. الخطأ الرابع سوء الخلق، فبعض الصائمين يبدو سيء الخلق بسبب امتناعه عن الأكل والشرب، فتراه قاسيا فظا غليظا على أهله وعلى الناس الذين يعاملهم ويحتك بهم، وكتلقاه كيستعمل معهم الألفاظ القبيحة النابية، وكيتصرف معهم تصرفات متشنجة، وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه الصائم من حسن الخلق الذي أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم
فلا يرفت ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت. والرفث هنا هو الكلام القبيح والتشاتم والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والصخب بالصاد أو السين هو الصياح واللغط. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. فما بال البعض من الناس إذا صام اشتدت أعصابه وطار صوابه وطفق يرمي بالعبارات الجافية القاسية أهله وأولاده وجيرانه وزملاءه ومعامليه، وربما كان في غير حال الصوم هادئا وديئا خلوقا لطيفا. في الأيام العادية تجده إنسانا طيبا صاحب أخلاق حسنة وتصرفات جميلة، ولكن عندما يدخل عليه رمضان تتبدل أحواله وتتغير أخلاقه وسلوكاته. الخطأ الخامس أن بعض الصائمين يتخذ رمضان فرصة للكسل والخمول، في حين أن المسلمين الأوائل كانوا على عكس ذلك. فكثير من المعارك الإسلامية الشهيرة مثلا كانت في شهر رمضان. فالذي ينبغي للصائم هو أن يغتنم رمضان للاستزادة من العمل الصالح بهمة ونشاط. الخطأ السادس والأخير التوسع في المآكل والمشارب. فإن كثيرا من الناس يستعدون لاستقبال شهر رمضان بألوان المطعومات والمشروبات مما قد لا يعرفونه في غير رمضان، وهذا بلا شك ينافي الحكمة من مشروعية الصيام. ويعجبني قول بعض المصنفين موبخا الذين على هذه الشاكلة: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال. فالمقصود أن يكون الإنسان معتدلا في مطعمه ومشربه، ممتثلا قول الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أسأل الله تعالى أن وفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.